مرحبا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بقناة ماما مروة. بما أنه إجت الصيفية حبيت أعملكم طريقة تحضير البوظة اللي بحليب بطريقة كتير هينة وسهلة ومكونات متوفرة بالبيت. يلا تابعونا لآخر الفيديو، يلا نشوف طريقة التحضير. بالبداية عندي أنا هون لتر ونص من الحليب، بدي أحطهم بطنجرة على البارد من دون ما أشعل النار عليها، وبدي أحط 3/4 الكاسة من السكر، واللي ما بحبه حلو كتير حلو كتير في يحط نص كاسة من السكر. بدي أخلطه منيح مع بعضه ليدوب السكر. بدي أرجع أضيف ملعقة طافحة كبيرة من النشا. بدي أحركهم كتير منيح مع بعضهم بهالطريقة أعزائي ليدوب النشا مع السكر مع الحليب. بدي أرجع أضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا. بدي أحركهم كتير منيح مع بعضهم، وهون هلأ بدي شعل النار عليهم على درجة حرارة متوسطة، وهون ببلش عندي يتقل الخليط ويصير عندي بهالطريقة تقيل شوي ولزج، مش كتير تقيل شوي، وهيك بكون عندي الخليط اللي أنا بدي إياه صار جاهز للبوظة. بدي طفي النار وبدي أنطره ليبرد كتير منيح. بدي أحطه بهالعلبة بهالطريقة وحطه بالتلاجة ليلة كاملة ليتلج. وهيك تلج عندي. بدي انطر البوظة شوي لتسوح كرمال ارجع حطها بالبلندر بهالطريقة. بدي احطه بالبلندر لاطحنه ارجع كرمال يعطيني القوام اللي انا بدي اياه للبوظة، قوام البوظة مثل بنشتريها من المحلات. الحليب لازم يكون اعزائي كامل الدسم، وهون بدي اخلطهم كتير منيح بالبلندر بهالطريقة. وهيك صار عندي الخليط جاهز. بدي ارجع احطه بالقوالب وارجع احطه بالثلاجة. شوفوا اعزائي هلا انا بدي احطه بالقالب. هيدا انا عندي قالب السيليكون، بنصحكم كتير تجربوه لانه كتير منيح. بدي احط الخليط بقلبه بهالطريقة. هيدي البوظة اللي على فانيليا، حليب وفانيليا. بدي احط العيدان فيها. هلأ هيك صار جاهز، وهلأ بدي أحطها بالتلاجة، والباقيين بدي أحطهم بعلبة كمان بدي أحطها بقلب التلاجة بهالطريقة. هذه البوظة طلعت رائعة كتير طيبة أعزائي، بس بتكون طولوا بالكم عليها شوي بالتلاجة، يعني بتتركوها ليلة نهار كامل بالتلاجة كرمال تجمد كتير منيح. شوفوا كيف طلع عندي حبة البوظة كتير طيبة ونظيفة وما فيها مواد حافظة ولا شيء، كتير طيبة وصحية للأولاد بالحليب بس والنشا والفانيليا والسكر. أطيب بوظة ممكن تحضروها. شوفوا ما شاء الله شو طلعت لذيذة. وهيدي العلبة شوفوا بنتي هون ناطرتنا لأحط لها إياها بقلب الكاسة. هون جبت الملقعة وبدي أسكبلها بهالطريقة. شوفوا ما شاء الله عندي طلعت روعة، طلعت البوظة قوامها كتير منيح وطيب كتير. بنصحكم أعزائي تجربوا طريقتي بصنع البوظة، طريقة هينة وسهلة، بس بدها نطر بالتلاجة بس ليلة كاملة أو نهار ونص. طرت عليها أنا لجمدة مزبوط. وهيك بيكون عندكم أطيب بوظة ممكن تحضروها بأقل كلفة ومكونات بسيطة موجودة بكل بيت. أنا عندي هون فستق حلبي حبيت رش عليها، وألف صحة وهنا. أعزائي إذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من قناة ماما مروة. وإذا بدكم أي طريقة لأي طبخة حكوني بالتعليقات، وألف صحة وهنا.